فصح مجيد، كل عام وانت بخير، وكل عام وجميع السوريين بألف ألف خير. الصلوات ترتفع من قلوب خاشعة ومؤمنة. اليوم القيامة قيامة مباركة، أكيد يحتفل المسيحيون حسب التقويم الشرقي بالفصح. نحن متواجدين المريمية، كنيسة المريمية التي تعد من أقدم وأعرق الكنائس في دمشق القديمة. الصلوات ما زالت قائمة، نحن داخل الكنيسة عم نشوف إضاءة شموع، عم يضوي الشموع. أكيد دائما ترتفع الصلوات والقلوب من أجل شيء واحد، هو سلام سوريا. رح نشوف إذا حنقدر ناخذ بعض المتواجدين داخل الكنيسة. كل عام وانت بخير، المسيح قام. حقا قام. يعني اليوم عم نشوف الاحتفال، دائما الاحتفال هو بإقامة الصلاة، بعدين تلي في دورة بيصير للكشاف. خلينا نحكي عن الأجواء ولمين بدنا نوجه دعائنا. بنوجه دعائنا، بنطلب من الرب بس يحمي سوريا وشعب سوريا وجيش سوريا البطل يلي هو حمانا وقدم كثير، وبنترحم على شهدائنا الأبرار. شكرا كثير لك. يمكن الصورة عم تحكي، الصلوات ترتفع من أجل شيء واحد هو سلام سوريا. بدنا نذكر أنه القيامة هي ولادة جديدة كانت للبشرية، وأيضا نرجع منشبهها بولادة وخلاص سوريا. رح ناخذ بس شوي من أجواء القداس وبنرجع معكم. نعم، مثل ما عم نتابع القلوب تتجه إلى السماء بهذا اليوم المبارك، تابعنا شوي من أجواء القداس. أكيد بدنا نرجع نوجه لكم تحية كادر صباحنا غير المتواجد بحما. بدنا نوجه لكم كل التحية، بدي عايدك ليا وعايد جميع الكادر الموجود. نعم ليا، رح نتابع أيضا لقطات من أجواء القداس بالفصح الذي يحتفل به المسيحيون حسب التقويم الشرقي.